توقعاتك ايه لمباراة كأس مصر الجديد؟ أولا قول لي توقعاتك ايه للزمالك والداخلية؟ والله هو داخلية مش على كده، بس الزمالك معروف يعني على مستوى يعني معروفة، متوقع ممكن يكون 2-0. لا ان شاء الله الزمالك يفوز عشان يقابل الأهلي ان شاء الله. والله هو الزمالك الفترة دي مش عاوز يخسر حاجة تانية، يعني أكيد اللعيبة كلها بتلعب، أنا كأهلاوي بس أنا عارف يعني الزمالك بيلعب بطريقة كويسة، لأن مش عاوز يخسر حاجة تانية. يعني هو خسر افريقيا والفتره اللي فاتت قاعد يخسر فرق كبيره، فهو اكيد الفتره الجايه مش عاوز يعمل يعني مستوى وحش، فاكيد الماتش اللي جاي للزمالك هيبقى احسن، بالذات بقى في لعيبه بدات يعني ترجع لمستواها، ده اللي بكلم فيه، ده الزمالك يعني. فما اعتقدش ان هو هيلعب بمستوى وحش، ما اعتقدش ان هو هيبقى داخل جاهز للهزيمه يعني. بالنسبه للماتش الزمالك والداخلية، فالزمالك القطب الثاني للكرة المصرية والكرة الأفريقية عموما، ثاني أكثر فرق الأفريقية تتوجه بالبطولات بعد النادي الأهلي. أتمنى وأتوقع برضه وأتمنى برضه لنادي الزمالك كل التوفيق إن شاء الله، مع احترامي برضه لفرقة الداخلية، ولكن الزمالك زمالك والأهلي أهلي. أعتقد نتيجة الزمالك ممكن تخلص 3-0 2-0 في الحاجة في الاتنين. النادي الداخلية على فكرة نادي عريق وكبير، شاهدنا ليه مباريات قوية قبل كده، متوقع انه هيبقى في اداء متعادل بينه وبين الزمالك. الزمالك مش في الفورمه حاليا، وفي يعني بعض اللعيبه في مجهدين. اتمنى برضو ان نشهد مباراه قويه بين الفرقتين. اتوقع نتيجه المباراه تبقى ممكن هتخرج بالتعادل او الفوز للزمالك بنتيجه 2. الزمالك يكسب الداخليه. هو بالنسبة يعني في موسمين عدوا كده، فالمنافسات قوية وكبيرة يعني في أندية ما كناش متوقعين الأداء بتاعها، يعني مثلا أداء زي فيوتشر، زي البنك الأهلي، من الفرق برضو اللي بتنافس، وفرق لسه طالعة جديدة فيها لعيبة كويسة، والفريق كله بيبقى مدرب وخطط مدرب ولعيبة. توقعاتك ايه لمباراة كاس مصر الجديد؟ وقول لي الاهلي ومصر السلوم الاول، تتوقع الاداء هيكون عامل ازاي والنتيجه؟ والله هو كاس رابطه الانديه يعني السنه دي ان شاء الله تكون بطوله كويسه ان شاء الله، وكلنا كنا متوقعين النجاح حتى على مستوى الارهاق بالنسبه للاعبين. بالنسبه للاهلي والزمالك يعني وكل الانديه المصريه بتشارك في البطوله الافريقيه، بالنسبه للاهلي ان شاء الله يعني اتوقع واتمنى كمشجع اهلاوي بعد الاخفاق الافريقي ان شاء الله الاهلي مش هيفوز اقل من 3 ان شاء الله، 3-0 ان شاء الله. المسرحيه اللي كانت حاصله في البطوله الافريقيه اعتقد برضو من وجهه نظري كمشجع اهلاوي ما كانش ينفع نشارك، او كنا ممكن انسحبنا من الفاينل لانه كان في ظروف اصلا مش طبيعيه بالمره. طب متوقع ايه لمباراه الاهلي ومصر السلوم؟ لا بس انا شايفهم الصراحه ان هم بيلعبوا كويس وكده، بس الاهلي برضو لو هم حطوا خطه كويسه والدفاع ولعب بشكل كويس ممكن الاهلي هو اللي يكسب. نادي الاهلي طبعا برضو نادي كبير برضو كويس برضو، ف ممكن هنكسب 3-4 او 3-0. الاهلي ما شاء الله يعني هو الهزيمه للاسف الشديد هتبقى مدياله دفعه ان هو ما يخسرش الفتره الجايه خالص، فهيبقى جاهز يعني انا متاكد انه جاهز وجاهز للدوري كمان. بالنسبه للاهلي هو طبعا فريق كبير و سوري في اللفظ يعني اسياد افريقيا، فمش معنى ان احنا خسرنا بطوله قدام الوداد ان الاهلي مش هيكسب، فباذن الله الاهلي هيكسب. وبالنسبه للماتش بتاعه مع الوداد ده مش تقييم يعني مثلا لمستوى الاهلي، الاهلي معروف وكل الانديه الكبيره بتكسب، هي كره مكسب وخساره.